السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معانا مع سيشن جديد من برنامجنا، برنامج دراج انفورميشن. معاكم دكتورة رشا عبد السلام، سعيدة بوجودي معاكم النهاردة في سيشن بجد فعلا مهم جدا لكل واحد هيتعامل في مجال الدراج انفورميشن، الفارماكوثيرابي انترفينشن، في أي مجال كلينيكال محتاج إن هو يدور على معلومة. He need to know how to search in a proper resource. محاضرتنا النهاردة هتتكلم mainly عن الإنترنت ريسورسز والإلكترونيك ريسورسز، نتعرف كل يوم ونعرف how to search between all of them. الأوبجيكتيفز بتاعتنا في السيشن النهاردة هتكون أربع حاجات مهمين جدا. أول حاجة understand different type of the resources، عندنا في مجموعة مختلفة من الريسورسز عايزين نتعرف عليها ونعرف الفرق بين كل واحد منهم. تاني حاجة difference between different type of resources، لازم أنا أتعرف عليهم وأشوف الأنواع دي وإمتى استخدم ده وإمتى استخدم ده. والأهم من كل ده هنعمل listing لبعض الimportant resources اللي بتفيدنا وإحنا بنتعامل مع الconsumers والحاجات اللي إحنا ممكن هم كمان يستعينوا بيها وتديهم معلومات، وفي نفس الوقت بعض resources للprofessional، وأخيرا discuss the different medical and pharmacy resources. ودي من الحاجات المهمة جدا اللي احنا هنعمل بيها library في الآخر وهتكون موجودة مع حضراتكم، بحيث تقدروا تطلعوا على resources المختلفة في مختلف التخصصات الطبية. نبدأ مع بعض الأوتلاين بتاعنا Drug Information Definition، وهنتكلم على الكلاسيفيكيشن بتاعة الريسورسز والريسورسز لكل من الفيزيشن والفارماسيست وأنواع الريسورسز المختلفة في الميديكال والفارماسيست. أول حاجة هنبدأ بيها إحنا في الجيرني بتاعتنا بتاعة الدراج انفورميشن، بنعرف الأول how to understand the proper أو how to maintain the proper understanding لأي drug information request أو question بيجيلي. مهم قوي إن أنا أكون فاهم الكويشن اللي جاي لي بطريقة صحيحة عشان أقدر بعد كده أدور في الريسورسز بشكل صحيح. خلينا نرجع كده للدراج انفورميشن، أهم حاجة فيها أو المين أوبجيكتيف فيها إن أنا أتعلم how to manage أي information بيجيلي، إزاي أفهم السؤال بشكل صحيح وأعرف منه أدور على الريسورس اللي هيجاوب لي على السؤال ده وأقدر أقدم فيه إجابة فعالة للشخص الريكويستر اللي بيسألني على السؤال. مهم جدا ان انا provide information in an accurate way وتكون complete information، واهم حاجه اهم حاجه دايما بنصح بيها اي حد بيسالني on the proper time. يعني انا مريض emergency ومحتاج حاجه emergency، محتاج ان انا ارد عليه بصوره سريعه. حاجه تانية محتاج research في literature، محتاج ان اديها الوقت بتاعها واطلع ال accurate result. عايز اعمل balance ما بين الحاجتين، نطلع حاجه accurate و complete information وفي نفس الوقت in a proper time. طيب احنا عندنا في برنامجنا برنامج الدراج انفورميشن اسمه سلايك جيرني، من اول ما انا فهمت السؤال اللي جالي واتعاملت بالبيكو والبايكو برينسيبل وقدرت ان انا اعرف السؤال بالظبط مين البوبوليشن، ايه الاوتكم بتاعي، ايه الانترفينشن اللي بدور عليه. بعد كده بدات اعمل كلاسيفيكيشن للريسورسز وتعرفنا على مجموعه كبيره من الريسورسز وانواعها سواء برايمري او سكندري او تيرشري. بس انا حبيت قبل ما ندخل في المدخل بتاع الالكترونيك والانترنت ريسورسز ان احنا نتكلم على الكلاسيفيكيشن بتاعه الدراج انفورميشن ريسورسز از ا هول، من اول البرايمري ليتريتشر ريسورسز ونعرف منها يعني ايه كلمه برايمري. يعني انا بدور في الحاجه الاب تو ديت انفورميشن ريسورسز، حاجه من الجورنال ارتكلز، حاجه بيبر طالعه، بطلع الريسورس بتاعي واطلع اليوزفول ريسورسز اللي انا عاوزه لو انا هستخدمه في اديوكيشن او في حاجه محتاج فيها اويرنس. السكند ريسورسز حاجه اندكسنج او ابستراكتنج او بتعمل لي اورجنايزنج زي مكتبه بتجمع لي البيبرز بحيث ان انا سهل الاقيها. اكثر برامج اندكسنج موجوده طبعا الباب ميت والامبيز، دي اللي بقدر الاقي فيها سايتيشن بتاع البيبر نفسها واقدر من خلالها اكشن. امثله كتيره من السكند ريسورسز زي ميد لاين زي ما قلت لكم الباب ميت والاوفيد، وعندنا في الاكاديميك سيرش برايمر، وعندنا في الكوكران طبعا من الحاجات الكبيره، وعندنا في ايوا دراج انفورميشن سيرفيس والانترناشونال فارماسيوتيكال ابستراكت، وعندنا في البايوزس وعندنا البايولوجيكال ابستراكتس. المغزى من السكند ريسورسز ان هي حاجه بتعمل لي اندكسنج او بتجمع لي مجموعه الريسورسز اللي بتساعدني ان انا الاقي البيبر اللي بدور عليه. النوع الثالث هو التيرشري ريسورس، ده السورس بقى اللي بيعمل كوندنس وسمرايز للداتا اللي موجوده عندي. التيرشري ريسورس دي زي الموبايل ابلكيشنز اللي احنا بنستخدمها اون ديلي براكتس، زي مايكروميديكس، زي ليكسيكوم، زي ما هيكون عندنا في الوركشوبس وهنشوف كتير في الاسئله بتاعتنا. انا بدور على حاجه مثلا كومباتيبلتي، بدور على دوز بتاعه الميروبينين مثلا لحد صغير، بدور على كونترا انديكيشن، بدور على دراج انتر اكشن. مش محتاجه اروح ادور في البرايمري سورسز، ولا محتاجه ادور في البرايمري بيبر، ولا محتاجه ان انا امشي ادفانسد. انا بدور في الحاجه السهله اللي هتديني المعلومه السريعه. عندنا كتير الكترونيك ريسورسز بتدينا تيرشري، عندنا بيد وحاجات ان بيد. الحاجات الفري زي ميدسكيب، دراج دوت كوم،
كل دي الايميد لاين، حاجات كلها ممكن تديني معلومات بشكل سريع واسهلهم وافضلهم. وانا دايما بنصح بيه اي حد من الصيادله او اي حد بيسالني، اكتب الدواء واكتب جنبيه موقع الاف دي اي، يعني مثلا سي مثلا بيبراسيل تازوباكتام جنبيه اف دي اي، هيجي لك الفايل الاصلي من هيئه الهيئه العامه للغذاء والدواء في امريكا، مطلع فايل بي دي اف فري اكسس في كل المعلومات والداتا اللي بينقل منها كل الويب سايتس، كله بينقل منها. فسهل ان انا لو انا ما عنديش اكسس ان انا اروح لليكسي، اخش على جوجل واكتب الدواء وجنبيه اف دي اي، هيجي لك على طول اول سيرش، اول نتيجه هتجي لك هي الاكسس، الاكسس فايل بتاع الميديكيشن على موقع اف دي اي، بيكون بي دي اف فايل في كل حاجه عن الميديكيشن تقدر انك انت تعرفها. فدي التش ريسورس السهل انها تديني المعلومات اللي انا بيها اعرف حاجه عن دواء، حاجه عن الدوز، حاجه عن مثلا اي حاجه انا عاوزها. وطبعا عندنا المايكرو ميديكس وليكسي كومبو، وعندنا الاب تو ديت والميديسكيب، كلها حاجات سريعه بتديني المعلومات كموبايل ابلكيشنز وعندي موقع الاف دي اي نفسه. طيب احنا اتكلمنا عن دراج انفورميشن وفهمناها، واتكلمنا عن الريسورسز بتاعت الدراج انفورميشن. انا بحاول امشي معاك جرادولي عشان في الاخر هننطلق انطلاقه كبيره جدا في اللايبراري او في مجموعه الريسورسز على حسب كل تخصص من تخصصات طبيه وكل تخصص في التخصصات الصيدلانيه. بس انا حابه امشي معاكم التري من اولها عشان نكون مجمعين الدنيا مع بعضها. انه الموضوع الثالث اللي هنتكلم عنه النهارده ودي مهمه جدا، الكواليتي اوف دراج انفورميشن ريسورسز. انا مش بجيب اي معلومه، مش بطلع اي معلومه واديها للبيشنت بتاعي لمجرد ان انا بجاوب على السؤال او اي معلومه وبديها للهيلث كير بروفيشنال. انا ما بشوف اجابه سؤال او بشوف اي حد كاتب اي حاجه ريبورت قدامي عن حاجه، مجرد ما ابص للنظره الاولى يبقى اقول هل الشخص ده كاتب كلام صحيح ولا لا. لو كلام عندي ويل اورجنايزد، مكتوب ان بروبر واي، في الريفرنس بتاعي، في السيتيشن، الكواليتي بتاعت الانفورميشن اللي طالعه بتكون ادق من الكلام اللي هو مش موجود، مش مكتوب بطريقه فيها سيستماتيك ابروتش، ولا مكتوب بطريقه فيها ايفيدنس او ريسورس انا واثق فيه. فمهم جدا ان انا الكواليتي بتاعت الدراج انفورميشن ريسورسز سواء للبراكتيشنر او سواء للكونسيومر، لازم انا يكون عندي مجموعه محترمه من الريسورسز. عندنا هنا بعض الامثله من المواقع اللي ممكن تساعدنا ان احنا نجيب كواليتي اوف انفورميشن للبراكتيشنر، زي موقع الباب ميد. موقع الباب ميد على فكره من المواقع المشهوره جدا، هو عباره عن اندكس بيتكون من تقريبا 21 مليون ارتكلز من البايوميديكال ريتشرز، كلها ممكن تكون موجوده في الـ في الـ في الميد لاين. الموقع ده فعلا من اكبر المواقع، وطبعا هو فري ما شاء الله، امريكا عاملاه اوبن اكسس، فسهل ان ادخل اشوف الابستراكت. طبعا لو انا عايز ادخل في الابستراكت بيكون بعضها بيكون بايد بعضها بيكون فري، بس موقع فعلا بيحتوي على قدر عالي جدا من المعلومات وممكن يساعدني. احنا دايما بنبدا هو بدايه، بدور على برزنتيشن بعملها، عايز اشوف احدث البيبر اللي اتعملت، هو المدخل بتاعي او سكند ريسورس بتاعي اللي ممكن ادخل منه على مجموعه البيبرز او الجورنالز المختلفه. يليها طبعا الموقع المتميز كوكرين لايبراري، من المواقع الرائعه جدا، في تقريبا 28000 كونتريبيوتر رايتنج سيستماتيك ريفيوز، كلها سيستماتيك ريفيوز. وطبعا كوكرين من المواقع المميزه جدا لان هو بيعمل كريتيك. الناس اللي اخذت معانا برنامج الايفيدنس بيس ميديسن في فادك عارفين يعني ايه كريتيكال ابريزل وهاو تو كريتيك. انا عايزه اقول لكم ان البيبر الواحد عشان تتنشر في كوكرين ممكن تاخد تقريبا ما يقرب من كام سنه. ففعلا كوكرين لايبراري من المواقع اللي بتتحرى الدقه في السيستماتيك ريفيوز، وعليه كميه كبيره جدا جدا من السيستماتيك ريفيو الابديتد بالابريزد، وعنده في ليرنينج سيشنز ممكن تساعد كتير جدا اللي حابب ان هو يتعلم الايفيدنس بيس ميديسن والسيستماتيك ريفيو. فعلا من المواقع القويه جدا. يليها موقع الكلينيكال ايفيدنس. الكلينيكال ايفيدنس هو عباره عن موقع الايفيدنس بيس ميديسن جايد لاين، بيديني جريدد ليفل للبراكتيشنر على هاو تو ابلاي الايفيدنس انتو براكتس، من المواقع اللي بتعمل فوكسنج على الميديكال براكتس سواء في الهوسبيتال او في البرايمري كير. وعندنا في موقع مهم جدا هو الناشونال انستيتيوت اوف هيلث والكلينيكال اكسلنس اللي هو بتاع يو كي او يونايتد كينجدوم، ده هو في الامبريلا او الجايد لاين بتاعت كل الجايد لاينز بتاعت المملكه المتحده او بتاع انجلترا او بتاع بريطانيا، هو اندبندنت اورجانيزيشن موجود في اليونايتد كينجدوم، وبيديني فرايتي من الريسورسز والايفيدنس بيزد براكتس اللي ممكن تساعدني في مختلف التخصصات الطبيه. خلينا اديكم ملحوظه او حاجه ممكن تريكي بوينت تساعدكم في انتوا وانتوا بتفهموا، هنكررها كتير اثناء برنامج الدراج انفورميشن، ان احنا في بعض المواقع اللي ممكن تساعدني ان انا يعني انا في انجلترا الموقع واحد بس هو نايس، اللي هو ناشونال انستيتيوت اوف هيلث اند كلينيكال اكسلنس، وهتلاقوا فيه اغلب الجايد لاينز او اغلب المؤسسات في الديفرنت سبيشاليتي. في امريكا لا، امريكا كل
موقع او كل سبيشاليتي عامله سوسايتي، يعني الانفكشوس ديزيز عاملين الانفكشوس ديزيز سوسايتي في امريكا اللي هو الاي دي اس اي، الاسبرين في البارنترال نيوتريشن، عندنا في الان سي سي ان موجود في حاجات الكيموثيرابي والكانسر زي ما هنتكلم بعد شويه. فكل سوسايتي في الولايات المتحده الامريكيه عامل ويب سايت سوسايتي اورجانيزيشن خاص بيه، على عكس انجلترا. انجلترا لا، مجمعين كلهم في موقع نايس، هو فيري ويل اورجانيزد. طبعا بيكون في اختلافات ما بين الجايد لاين في امريكا وانجلترا، بيبقى نفس الكونسبت.